السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوب فايرفلاي في هو خبر البيتا بتاع شركة أدوب، الحاجات اللي هتنزل في الفوتوشوب وبرامج أدوب. شوفنا تكست تو ايمج، ده عامل زي الميدجورني، بتكتب تكست وهو يحول لك لصورة. تمام، جنريتيف فيل ده بقى موجود حاليا في الفوتوشوب، هنشوفه مع بعض دلوقتي. وتكست افكتس ده بتكتب تكست وهو يعمل لك، تقول له مثلا اعمل التكست ده على هيئة زهور، فبيعمله بشكل رائع جدا الحقيقة. تمام، هنا بيقول لك ايه، ان اي صورة عندك مجرد بس تعمل سيلكت على حاجة معينة يبدأ ان هو يحذفها لك ويركب لك حاجة تانية مكانها. تمام، يعني واحد مثلا ماسك طبق، فانت تقول له الطبق دوت حط لي في مكانه مثلا سماعة. تمام، مجرد بس تكتب تكست ويعمل لها فيلتر. مثلا خلينا نشوف حاجة زي كده. تمام، هقول له اد، شوف انا حذفت دي كده. ماشي، طيب انت بقى عايز تحط ايه مكانها؟ هاجي هنا اقول له مثلا تري، شجرة. تمام، ممكن تكتب اي حاجة بقى انت عايزها، شجرة موز، شجرة اي شجرة انت عايزها، وقول له جنريت. هو بيعمل لك كذا صورة بحيث انت تختار انسب صورة اللي انت حاسس انها واقعية اكتر. بص دي شجرة اتنين، وبص يعني خد باله ان هنا الارض يعني صخرية، فما جابش شجرة مسمرة، جاب كلهم تقريبا قريبين من بعض. طيب مش عاجبك كل واحدة من دول، قول له مور، يبدأ ان هو يجيب لك صور تانية. لو عندنا هنا انسيرت وريموف، ويطلع معانا اشجار كتيرة بالشكل دوت. ممكن نقول له كيب، يعني خلي دي، او تقول له كنسل وتكتب بقى حاجه تانية. مثلا بنانا. تمام، على اساس ايه يعمل لنا شجره موس. هو هنا فهم غلط وحط لنا موز حقيقيه. تمام، برضه لسه ايه، هو طبعا مش غلطان في حاجه. تمام، طيب خلينا نقول له مثلا بيلدينج، خلي بالك يعني مساحه صغيره، انا عايز اشوفه لو اديت حاجه غريبه شويه هيعمل ايه. فركب لنا حاجات صغيره خالص بالشكل دوت. تمام، لو مش عاجبك بتقول له مور وتبدا تضيف حاجات اكتر. طيب مثلا ترافيك سيجنال مثلا. طيب ممكن هنا تضيف، ممكن تعمل سب تراك، ممكن تقول له سيتنج، تدخل بقى في الخصائص، تكبر الفرشه، تصغرها، تخلي فيه شفافيه اوباستي. تمام، الاوباستي دي مهمه جدا، بحس مثلا ايه لو انا لوحه في قلب الميه، فعايز برضو الميه تفضل موجوده وانا بحط شكلي جوه الميه، فممكن تعمل اوباستي، يعني مش عايز يلغي كل حاجة. ممكن هنا تغير الباك جراوند بالشكل دوت. تمام، تقول له اعمل لي باك جراوند، يعني تقول له انا عايز الشكل ده الباك جراوند، او ممكن تقول له انفيرس، يبقى هيلغي لك دي كلها. تمام، طيب ممكن نقول سبتراكت ونرجعها تاني، بس خلي بالك ان ايه، كنا غيرنا في الشكل. تمام كده، كل حاجه رجعت زي ما هي. هقول له اد، واقول له بس هي دي اللي انا عايز الغيها، او ممكن قبل ما اقول له كده اغير في الشفافيه شويه، بحيث حتى بعد ما يلغي تكون ايه، في شويه شفافيه. تمام، طيب تعال نقول له بقى جنريت، فيبدا يعملها. يعني طبعا في حاجات بتبقى مناسبه وحاجات مش مناسبه، انت بقى تبدا تشوف ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت مناسب بالنسبه لك. تمام، ما فيش واحده مناسبه بتقول له مور وهيجيب لك كريت في حاجات تانية، او خش على ان انت تعدل التكست. هو ما فهمش دي، ممكن تكتبها بشكل اخر يفهمها، او ادي له كلمات اكتر، يخصص البحث بتاعه، او يخصص انشاء الصور بشكل افضل.